بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا نشهدك أننا موحدون، أنت الواحد، أنت الفرد الصمد، لا يعدل بك أحد، أنت ولينا ومولانا في كل الشدائد يا مولانا، وفي كل الأحوال مهما كان تنوعها وعددها، فاجعلنا من أهل التقى وأهل الرشاد وأهل الخير وأهل التسامح وأهل الصبر. يا ربنا أنت قلت إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ونحن نطمع لعطائك الذي لا حد له، لأن طبيعتنا طبيعة طمع في من له ملك السماوات والأرض وما بينهما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضا. ما زلنا بصدد الحديث عن خيرات آيات ختمت بها سورة المائدة التي استأولى قبل سورة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سيدنا عيسى عليه السلام سبحانك، أي أنت أعلم من كل هذه الأمور التافهة والكاذبة، سبحانك أي ننزهك وأنت لا يمكن أن توصف بغير النقاء وبغير الكمال، وأنت جمعت كل المحاسن. ربنا نشهد بذلك شهادة دائمة دائمة دائمة، آمين آمين يا رب العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لي هي أن أبلغ بلاغا شافيا كافيا لا يتدرج إليه شك ولا تصيبه تلبيثا. قال سبحانك، أي تنزهت ربنا، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الذي يعود للأنبياء عليهم السلام هم أن يشهدوا بالتوحيد وأن بلغوا رسالة تمام التبليغ، هذا هو الإسلام وهذا هو الحق وهذه قذائف الحق، نأخذها من القرآن ونبعثها رسالة لمن يريد أن يختم له بخير وبركات، ومن أبى إلا الضلالة فلا يمكنه أن يكون من أهل الخلاص لا دنيا ولا آخرة. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته هيا مع تسليمك جدلا، إن كنت قلته، شوف ارجع الأمر إلى الله بالتمام الكمال، إن كنت قلت كيف يمكن أن لا تكون رقيبا وعليما بذلك؟ هذا ما يعمله أهل الباطل من بني صهيون والكرب جميعا، ومن لف لفهم، إن كنت قلت فقد علمته، أنت تعلمه قبل أن يقع، قبل أن تكون بارئا له يا رب. هذا ما صار. إذا ما الفائدة من الكذب؟ لا فائدة، بل ضرر، منا صافي ضرر. جي تكذب على الله وتقول عيسى عليه السلام أتاه وقال لنا اتخذوني أنا وأمي إلهين من دون الله أو بجنب الله، هذا لا يجوز، لا يمكن أن يعصى الله، خاصة مع الأنبياء الكرام عليهم السلام، لا يمكن. هذا وهم، هذا باطل، وتصوروا
ما قال من كان سببا في هذا الوهم وهذا الكذب وهذا الافتراء. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي. رب يعلم السر والخفي، يعني خائنة الأعين ما تخفي الصدور. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي، يعني في التمام الكمال. ما شكش فيه إلا الله سبحانه وتعالى، رب يعرف شيء وحنا عرفوا شيء. لا لا، ما عرفت منك لا شيء إزاء معرفة المولى سبحانه وتعالى، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. أنت تحق الحق وتبقي الباطل، وأنت تشرعه، هذا حلال وهذا حرام. لا الخلق، قرص وقال تشريعات تقنينات العقل يجيك تقول مبايا، أنت فيك صفقة مطلقة. أنت تشرع من دون الله، وبعد تقول أنا دولة قانون. هي دولة قانون، دولة السيسي، دولة الكلاب الشيعة. فين قانون؟ قانون هو الحشد الشعبي. شوف ربي حالهم بالحسين، وقعوا في أسوأ ما يكون السوء. الحسين رضي الله عنه ليس بحاجة لهؤلاء الزبانية، هؤلاء المارقين، هؤلاء نوع من شياطين الإنس ربما يفوق النوع الجني. هؤلاء لا دين لهم، كذب وافتراء يرددونه بالليل والنهار، وسيلقون ما صنعوا عند الله. اللي متفوت أشياء لا ظاهرة ولا باطنة. نسأل الله السلامة، والسلام على المتبع الهدى.